سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يكشف عن رفض البنك المركزي اليمني ب 2 مليار دولار كوديعة سعودية. ولي العهد السعودي يلتقي قيادة حزب الإصلاح، واليدومي يؤكد أن اللقاء كان مثمرا وإيجابيا. قائد المنطقة العسكرية الرابعة يتفقد الخطوط الأمامية لجبهات القتال بطور الباحة في لحج. تفاصيل الأنباء أستهلها باسم الله الرحمن الرحيم. أشاد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بدور المملكة العربية السعودية في دعم الشرعية في اليمن، وحرص ولي العهد في المملكة العربية السعودية على مواصلة الدعم في مختلف المجالات والمسارات الميدانية والتنموية والخدمية والاقتصادية والإعمار، إضافة إلى تحقيق الأمن والاستقرار المنشود. وأطلع الرئيس هادي مستشاريه ورئيس الوزراء اليوم بنتائج اجتماعه بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كاشفا عن وضع وديعة مالية سعودية ب 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني لدعم استقرار العملة. وأضاف الرئيس هادي بأن ولي العهد السعودي وجه أيضا بتأمين وقود واحتياجات الكهرباء من الديزل والمازوت بصورة منتظمة لمدة عام في المدن والمحافظات. وأكد رئيس الجمهورية أن المملكة خصصت مبالغ لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية في مجالات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء والمياه وغيرها ابتداء من يناير 2018. ووجه رئيس الجمهورية الحكومة بوضع الخطط والبرامج التي تضمن تنفيذ فعليا للتوجيهات التنموية المدعومة من المملكة. كما شدد على مضاعفة الجهود من قبل مؤسسات الدولة المختلفة للتحقيق من الإنجازات والأهداف الرامية إلى استعادة الدولة ووضع حد لتمرد ميليشيا الانقلاب. وثمن الرئيس البطولات والتضحيات الجسيمة التي تصنعها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في مختلف المواقع والجبهات. وندد الاجتماع بالحملة المغرضة التي استهدفت الحكومة الشرعية وجهودها الملموسة على كافة المستويات في العاصمة عدن وفي المناطق المحررة. ودعا اللقاء كافة الأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية الداعمة للشرعية إلى الوقوف إلى جانبها ودعمها في مواجهة المعوقات والعراقيل التي تهدف إلى إعاقة عمل الحكومة. أكد رئيس الهيئة العليا بالتجمع اليمني للإصلاح محمد عبد الله اليدومي بأن اللقاء بولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مساء أمس في الرياض كان مثمرا وإيجابيا وبناء. وقال اليدومي في تصريح لموقع الصحوة نت بأن اللقاء تطرق للدور الهام الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، والذي جاء بناء على طلب القيادة اليمنية لمواجهة الانقلاب الذي هدد أمن اليمن والإقليم معا، مؤكدا على أهمية دور المملكة في الحفاظ على اليمن داخل النطاق العربي ومنع المشروع الإيراني من مد نفوذه إليها. وأشار اليدومي إلى أن اللقاء استعرض موضوع السلام الذي تحتاجه اليمن بمرجعياته المجمع عليها محليا وإقليميا ودوليا، بعيدا عن المبادرات التي تحاول إبقاء المشكلة دون حل حقيقي. وأكد اليدومي أن علاقة التجمع اليمني للإصلاح بالمملكة العربية السعودية تأتي من خلال الدور الذي يقوم به مع بقية القوى السياسية اليمنية ضمن منظومة الشرعية اليمنية التي هي جزء من التحالف العربي، وبأن الإصلاح ينطلق في هذا الدور من قناعته بضرورة العمل المشترك طويل المدى بين الدولتين اليمنية والسعودية لمواجهة المخاطر والآثار التي سببها الانقلاب على الدولة اليمنية. ليس بمستغرب على المملكة العربية السعودية وقوفها إلى جانب اليمن حكومة وشعبا
في سبيل استعادة دولته والسير نحو ترجمة مخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية. وفي هذا السياق العروبي جاء لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم أمس مع قيادة التجمع اليمني للإصلاح في الرياض. تبدو معركة استعادة الدولة قاب قوسين أو أدنى من الحسم، فاللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي بقيادات التجمع اليمني للإصلاح يشير في هذا الاتجاه. لقاء هو الأول من نوعه يراه مراقبون تفعيلا للعمل المشترك في مسار الأزمة اليمنية وخطوة في الاتجاه الصحيح لكبح الخطر الإيراني بعد ثبوت تورطها في اليمن وإطلاق صواريخ باليستية تهدد أمن المملكة ودول الجوار. من جهته أكد رئيس الهيئة العليا بالتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي أن اللقاء بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بالرياض كان مثمرا وإيجابيا وبناء. وقال اليدومي إن اللقاء تطرق للدور الهام الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، والذي جاء بناء على طلب القيادة اليمنية لمواجهة الانقلاب الذي هدد أمن اليمن والإقليم معا. وأكد اليدومي على أهمية دور المملكة في الحفاظ على اليمن داخل النطاق العربي ومنع المشروع الإيراني من مد نفوذه إليها. وفي اللقاء الذي عده مراقبون حدثا بالغ الأهمية تأتي إشادة قيادة المملكة بدور الإصلاح في معركة استعادة الدولة دليلا على تفهم قيادة المملكة السعودية لكثير من القضايا الوطنية اليمنية التي تستدعي سرعة البت في تفاصيلها لإنجاز حسم كامل لكل تعقيدات المرحلة. يرتبط الإصلاح مع بقية القوى السياسية اليمنية بعلاقات أخوية وثيقة بالمملكة الشقيقة في سياق المواقف البينية والعلاقات المشتركة الخادمة لقضايا البلدين الجارين والمنطقة العربية والإسلامية كافة. في الأوساط الشعبية في اليمن بدأ اللقاء بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رافعة أمل لدى اليمنيين الذين قرأوا في طيات اللقاء بشائر فجر ونصر بدأت تلوح بوادره من أفق قريب انفتح على نافذة من البشرى والتفاؤل. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الشيخ صلاح باتيس القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت. شيخ صلاح، بداية، ما هي قراءتك للقاء الذي جمع سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع قيادة حزب الإصلاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حقيقة أؤيد وأبارك مثل هذه الخطوات التي تعتبر في الوقت المناسب، وإن كانت تأخرت يعني في تقديري الشخصي، لكنها ربما جاءت في الوقت المناسب اليوم بعد أن بلغ السيل الزبا وأصبحت إيران تهدد بشكل مباشر المملكة العربية السعودية والحرمين الشريفين وتهدد المنطقة برمتها. بلا شك أن وجود ذراع لإيران في اليمن ولبنان والعراق وسوريا خطر كبير جدا يداهم الجزيرة العربية ويداهم بلاد الحرمين. الخطوة التي قرأنا عنها أمس وشاهدناها حقيقة نالت إعجاب ونالت رضا واستبشار من الشعبين في المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، لأن الكل يعلم أن أي لقاء على هذا المستوى العالي، خاصة عندما يكون على مستوى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وقيادة التجمع من الإصلاح ممثلة برئيس الهيئة العليا والأمين العام، هذه تعتبر خطوة إيجابية وجبارة لابد أن تعقبها خطوات أخرى في عمل استراتيجي مشترك، لأن التجمع من الإصلاح لا شك أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية عرفوا إخلاصه وصدقه وعرفوا كذلك قوته ووجوده على الأرض. التجمع من الإصلاح يعتبر واحد من أهم الركائز للعمل المدني والعمل السياسي والعمل الوطني في اليمن، وأحد أهم المكونات المؤيدة للشرعية حول الرئيس عبد الرب منصور هادي، ليس فقط منذ عاصفة الحزم وإنما منذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حين نصت المبادرة على أن يكون لليمن رئيس توافقي كان الإصلاح في مقدمة المكونات التي
أيدت هذه المبادرة وأيدت أن يكون الرئيس عبد الله منصور هادي هو الرئيس التوافقي، وضحى شباب الإصلاح. ونحن في حضرموت أتذكر، والمحافظات الجنوبية تحديدا، أتذكر عندما كنا نحمي صناديق الانتخاب التي أراد اليمنيون أن يختاروا من خلالها رئيسا توافقيا لليمن وهو الرئيس عبد الله منصور هادي، كان هناك جماعات تستهدف هذه الصناديق لتحرقها ولتهدد من يقترب منها حتى لا يتم إسقاط شرعية علي عبد الله صالح الذي أسقط شرعيته الشعب اليمني في ثورته السلمية. الحقيقة أن الإصلاح مع المكونات الوطنية ومع كل الشخصيات الوطنية يمثل القوة الحقيقية للشرعية في اليمن. واليوم في المقاومة الشعبية لا شك أن التجمع اليمني للإصلاح كذلك دفع بأبنائه عندما نادى الرئيس عبد الله منصور هادي بالنفير العام، واحتاج الوطن للرجال، واحتاج الوطن لأن يتم حمل السلاح تحت قطاع الشرعية. حمل شباب الإصلاح ومؤيدي الإصلاح ومحبي الإصلاح السلاح دفاعا عن الوطن وتحت غطاء الشرعية ودعم التحالف العربي بسيادة المملكة العربية السعودية. ولا يمكن لأحد أن يزايد على التجمع للإصلاح مهما شاهدنا وقرأنا ورأينا من حملات التشويه والإساءة ومحاولة إحداث فجوة بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات وبين دول الخليج وبين التجمع العلمي للإصلاح بأنه حزب ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين أو غير ذلك. أصدر الإصلاح البيان تلو البيان يؤيد أو يؤكد أنه لا علاقة له بأي تنظيمات خارج حدود اليمن، وإنما هو حزب سياسي يمني. نعم شيخ صلاح، أنت أشرت إلى موقف الإصلاح مع الشرعية ابتداء منذ الوهلة الأولى، وأشرت إلى وقوفه ومساندته للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. بعد هذا اللقاء كيف يمكن الرد على من يشككون في مواقف الإصلاح وأدواره في الأرض في دعم الشرعية ومساندة جهود التحالف؟ أخي الكريم، الأشقاء في قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وحكومته يعلمون جيدا من هو حليف الدولة في اليمن. الإصلاح هو حليف الدولة في اليمن، معروف في كل مراحل الصراع وكل الأزمات التي عصفت في اليمن يكون التجمع من الإصلاح دائما إلى جانب الدولة، دائما إلى جانب السلطات الشرعية، دائما إلى جانب مؤسسات الدولة، لا يخرج أبدا عن الإجماع الوطني ولا يخرج على الشرعية أبدا. عندما يقوم الشعب اليمني بكل مكوناته تجد الإصلاح مع هذا الشعب، عندما تكون الدولة مهددة تجد الإصلاح من أول المكونات وفي مقدمة المكونات المدافعة عن الشرعية، فهو بلا منازع صديق الدولة وحليف الدولة اليمنية والكل يعلم ذلك. لذلك عندما تقرأ كل مراحل الصراع في اليمن وكل المحن التي مر بها الوطن تجد أن التجمع اليمني للإصلاح دائما يقف مع المصلحة الوطنية ويدع المصلحة السياسية الضيقة جانبا حتى لا يكون كما يظن البعض أنه يحرص على المكاسب السياسية والحزبية. لا، الإصلاح حريص على المصلحة الوطنية وهو مشروع بحجم الوطن. ولذلك أقول أن اللقاء هذا التاريخي الذي حدث بالأمس بعد لقاء الرئيس عبد الله منصور هادي بولي العهد لا شك أنه منظومة متكاملة وسلسلة لقاءات واستراتيجية حقيقية نحو الحسم ونحو انهاء الصراع في اليمن. نعم. وسيطرة الشرعية على كل الدولة وفي مقدمتها العاصمة صنعاء إن شاء الله. نعم. هذا اللقاء أتى أي شيخ صلاح، هذا اللقاء أتى بعد أيام من لقاء ولي العهد السعودي برئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي وإعلانه عن وديعة سعودية بمليار دولار، ما دلالة ذلك؟ ملياري دولار حسب إعلان الأخ الرئيس. والحقيقة تشكر المملكة العربية السعودية على مواقفها الشهمة والشجاعة والأخوية دائما إلى جانب اليمن حكومة وشعبا. كلما كانت مواقف المملكة العربية السعودية بهذا المستوى من المسؤولية كلما ارتفعت محبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية في قلوب اليمنيين بل في قلوب العرب جميعا والمسلمين، لأن اليمن أصل العرب وهو بوابة الحرمين. لا شك أن لقاء ولي العهد بقيادة التجمع اليمني للإصلاح بعد لقائه بفخامة رئيس الجمهورية عبد الله منصور هادي يأتي من حرص حقيقي الآن لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية على أن تكون الشرعية بمنظومتها المتكاملة والتي تمثل التوافق الوطني الذي جاء بالرئيس الشرعي وحافظ على الدولة حتى الآن، وفي مقدمة هذا التوافق الوطني التجمع اليمني للإصلاح. هذا الفهم العميق وهذا الفهم الصحيح للواقع اليمني ولحقيقة الصراع في اليمن لا شك أنه
سيحدث تحول حقيقي وسيقلب المعادلة على رؤوس الانقلابيين ومن يدعمهم. الشيخ صلاح باتيس القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة حضرموت كنت معنا، شكرا جزيلا لك. حازت إنجازات المنتخب الوطني للشباب ومشاركته المشرفة في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم حازت على اهتمام سياسي وشعبي كبير، فالإنجاز يأتي في ظل أوضاع صعبة يمر بها اليمن بسبب حرب ميليشيا الانقلاب وانقلابهم على الدولة. المزيد في سياق التقرير التالي. الشباب هم ركيزة البناء والتنمية وعنوان المستقبل الواعد، من هذا المنطلق يأتي اهتمام القيادة السياسية بالشباب والرياضة، فاستقبال الرئيس هادي اليوم للمنتخب الوطني للشباب بعد مشاركته الخارجية الناجحة يصب في إطار الاهتمام والتشجيع لوزارة الشباب والرياضة وأنشطتها المختلفة الهادفة إلى حماية الشباب والنشأ من الانخراط في جماعات العنف والإرهاب وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، فقديما قيل العقل السليم في الجسم السليم. أنا أحب أن نشكر أخواننا في اتحاد كرة القدم برئاسة الأستاذ أحمد صالح العيسي على هذه الإنجازات المتتالية في المنتخبات الثلاثة التي لأول مرة تصل إلى نهائيات كأس آسيا، وأيضا نشكر إخواننا الجهاز الفني واللاعبين، وأيضا الشكر الكبير والموصول للجماهير الرياضية التي كانت حاضرة في الملاعب والتي شاركت أيضا المنتخبات والتي كان لها دور كبير، ومن خلال أيضا قناتكم الكريمة كان هناك تكريم أيضا وحفاوة استقبال من قبل فخامة الأخ الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي، والذي كانوا شباب اليمن اليوم متواجدين والذي كان في استقبالهم، وهذه أيضا تعطي معنوية بأن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير في قطاع الشباب والرياضة. وزارة الشباب والرياضة عقدت اليوم اجتماعا بحضور رئيس الاتحاد العام لكرة القدم مع الطاقم الفني والإداري ولاعبي المنتخب الوطني للشباب تقديرا لجهودهم التي انعكست إيجابا من خلال مشاركتهم الأخيرة. كان تواجد اليمن في كل المحافل الكروية، وكان تواجده بصورة مشرفة وقوية، وكان قاب قوسين وتأهل أودنا وآخره تأهل منتخب الناشئين لنهائيات آسيا، وكذلك المنتخب الأول على وشك التأهل إن شاء الله. ومثل ما شفت منتخب الشباب كان قاب قوسين أودنا تأهل، ولكن الحظ والأهداف في الدقائق الأخيرة ضيعت هذا، لكن نحن سعداء لما قدمته المنتخبات بشكل عام. ورغم أوضاع الحرب والدمار التي تمر بها بلادنا إلا أن الرياضيين استطاعوا أن يتحدوا كل الصعوبات ويعيدوا رسم البسمة على محيا اليمنيين في الداخل والخارج. فريق تمرن أقل من 25 يوم، أنا أتكلم عن 23 لاعب اللي شارك في التصفيات. في المجمل أنا راضي عن ما قدموا اللاعبون، راضي أو سعيد بما رأيته ولمسته من الإخوان والأعزاء الإخوة اليمنيين في المغتربين اليمنيين في المملكة الذين سحبوا يعني حبا في الوطن لمعازرة، وكانوا سند حقيقي للمنتخب. رغم كل الصعوبات التي تواجه المنتخب الوطني إلا أنه عمل ما في وسعه وحاول أن يقدم صورة جميلة للاعب اليمني، وشكرا للجماهير التي حضرت، شكرا للجماهير التي آزرت، شكرا لكل من آزرنا، شكرا لكل من تواصل معنا، شكرا لكل من دعمنا، شكرا لكل من وفر لنا، والحمد لله على كل حال. إن شاء الله قادم الأيام يكون أجمل. يأمل اليمنيون إذن أن تكون هذه الفرق الرياضية هي البديل لفرق الموت وميليشيا الحرب والدمار، وأن يعود كل الشباب إلى ميادين العلم والمعرفة والرياضة ويترك المتارس والسلاح لجنود الوطن. زياد الجابري لقناة سهيل. شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر على مضاعفة الجهود الأمنية لتثبيت الأمن والاستقرار بمختلف المحافظات والمناطق. وقال نائب الرئيس خلال لقائه بمدراء وعموم ونواب الشرطة في عدد من المحافظات، قال إن رجال الشرطة هم سفراء الدولة لدى المواطنين، الأمر الذي يوجب مزيدا من اليقظة ورفع الحس الأمني وتمثيل الدولة بأخلاقياتها ومبادئها والرقي في التعامل بما يؤمن حياة المواطن ويعكس صورة إيجابية لدى الناس. وأكد الفريق الأحمر على ضرورة التعامل بحزم مع مختلف الجرائم والحوادث التي تحاول الإخلال بالأمن والسكينة العامة، وقال هدفنا هو القضاء على الانقلاب والتخلص من الإرهاب وهما سبب معاناة أبناء الشعب وأزمته الحالية.
وحث الفريق محسن مديري عموم الشرطة ونوابهم على الانضباط وتوحيد الجهود والعمل كمنظومة واحدة متكاملة مع إدارات الشرطة للمناطق المحررة والتنسيق مع بقية الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية. فجرت ميليشيا الانقلاب اليوم السبت منزلا على رؤوس ساكنيه في قرية العساكرة السبيل شرق مدينة ذمار، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الأسرة وإصابة آخر. وقال سكان محليون إن ميليشيا الانقلاب اقتحمت القرية بحملة عسكرية وقاموا بتفجير المنزل على رؤوس ساكنيه. وأكد السكان مقتل أحد أقارب علي ناصر العسكري مالك المنزل، بينما أصيب آخر بجروح خطرة. رأس نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن صالح قائد الزنداني الاجتماع المشترك لقادة وحدات المؤسسات الدفاعية والأمنية اليوم في مقر هيئة العمليات المشتركة بالعاصمة المؤقتة عدن. وكرس اللقاء لمناقشة وإقرار الخطة الأمنية المشتركة التي شارك في إعدادها أبرز القادة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن القومي والأمن السياسي، وبإشراف هيئة العمليات المشتركة التي تمثل مركز القيادة والسيطرة المشترك والموحد. وقال اللواء الزنداني إن نجاح عملية تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة يكمن في توحيد مركز القيادة والسيطرة المشتركة لكافة الوحدات الدفاعية والأمنية والاستخبارية والإدارية في عدن وفي المناطق المحررة، إضافة إلى مشاركة السلطات المحلية والمواطنين بصورة عامة لتأمين مناطقهم ومناطق تجمعاتهم السكنية. وشدد الزنداني على ضرورة رفع مستوى الجاهزية القتالية والمعنوية لكافة وحدات ومنتسبي المؤسسات الدفاعية والأمنية في عدن وفي المناطق المحررة، والعمل بمحددات الخطة الأمنية والدفاعية المشتركة والتنسيق المنظم والمشترك بين كافة وحدات وقطاعات المؤسسات الدفاعية والأمنية. قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن العمري إنه ليس بغريب على أبناء الصبيحة الأبطال التضحية والاستبسال ضد ميليشيا الانقلاب. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية للخطوط الأمامية لجبهات القتال بمنطقة طور الباحة شمال محافظة لحج للاطلاع على أحوال المقاتلين وسير المعارك وما حققه الجيش الوطني والمقاومة من تقدم ضد ميليشيا الانقلاب بطور الباحة. وأشاد اللواء فضل بالروح المعنوية القتالية التي يتحلى بها أبطال الجيش الوطني والمقاومة من أبناء الصبيحة في التصدي ومواجهة فلول الانقلاب. وقال فضل إن ميليشيا الانقلاب كما انكسرت وخسرت في المحافظات الجنوبية والمحافظات الأخرى سوف تلقى الهزيمة الكبرى في تعز والحديدة وصنعاء. قتل 18 عنصرا من ميليشيا الانقلاب وأصيب آخرون في معارك عنيفة مع المقاومة الشعبية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر في المقاومة بأن المعارك اندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم عقب هجوم لميليشيا الانقلاب على مواقع المقاومة في جبهات الحبج والأجردي بمديرية الزاهر آل حميقان. وأوضحت المصادر أن المقاومة تمكنت من دحر الهجوم بإسناد من طيران التحالف الذي شن غارات على مواقع لميليشيا الانقلاب في منطقة الجماجم ودمر دبابة وعتادا للميليشيا. وأكدت المصادر مقتل 8 من ميليشيا الانقلاب وأسر 2 آخرين، أحدهما ضابط في الحرس الجمهوري برتبة ملازم، وإضافة إلى الاستيلاء على أسلحة وذخائر الميليشيا، فيما استشهد 4 من أفراد المقاومة الشعبية. قتل وجرح 3 من عناصر ميليشيا الانقلاب في اشتباكات ومواجهات اندلعت اليوم السبت في جبهة حمك بمديرية قعطبة غرب محافظة الضالع. وقال مصدر في اللواء 33 مدرع إن الاشتباكات التي اندلعت في قطاع ظفار واستخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستمرت لعدة ساعات أسفرت عن سقوط 3 من عناصر الحوثي وصالح بين قتيل وجريح، فيما لم يصب من رجال الجيش الوطني أحد بأي أذى حد قوله. قالت صحيفة الخليج الإماراتية إن مشروع الانفصال لا مستقبل له، ومواقف دولة الإمارات العربية المتحدة المستندة إلى تجربتها الوحدوية ترفض مشاريع التفكك والانفصال لقناعتها بأن هذه المشاريع التفتيتية لا تساعد على حل أي أزمة. وأكدت صحيفة الخليج في افتتاحيتها يوم أمس بأن ترك خيار الانفصال يتمدد في أكثر من منطقة من شأنه أن يزيد من أزمات العالم. وأشارت إلى تداعيات الانفصال في السودان حيث تعيش دولة جنوب السودان حروبا داخلية طاحنة نسفت كل الأحلام التي بناها دعاة الانفصال في دولة مزدهرة،
وأوضحت الخليج أن الواقع في مختلف دول العالم يؤكد أن الانفصال لا يكون حل للصراعات الداخلية، بل إنه بقدر ما يزيد من إشعال النزاعات بين الأطراف المحلية يسبب صداعا مزمنا للجيران. لذلك يدعم العالم الدول القوية التي تقوم على التنوع في إطار الدولة الواحدة. أعرب وزير الإعلام معمر الإرياني عن استغرابه من صمت المجتمع الدولي عما يتعرض له الصحفيون في اليمن من انتهاكات على أيدي ميليشيا الانقلاب، والتي تنوعت بين الخطف والإخفاء القسري والمحاكمات والقنص والتسميم واستهداف الناشطين والمدونين. وقال الإرياني إن الإعلام بدأ باستعادة نفسه في المناطق المحررة، حيث عاودت العديد من المطبوعات النشر في العاصمة المؤقتة عدن وحضرموت ومأرب. وأوضح الإرياني في ندوة أقامها مركز مسارات الدراسات والتطوير ومعهد بن سينا للعلوم الإنسانية اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، بأن ميليشيا الانقلاب تسببت في تراجع اليمن عن واجهة قيم الديمقراطية والتعددية وحرية الصحافة بعد أن كانت قد سجلت حضورا غير مسبوق على صعيد المنطقة. وأكد الإرياني أن الحكومة اليمنية تعمل على تعزيز قيم التعايش ونبذ العنف والعنصرية من خلال خطاب إعلامي متوازن يعلي من قيمة السلام ويحث المجتمع على مواجهة الإرهاب والتطرف، ويحرص على الحقوق والحريات وضمانها لجميع أبناء الشعب اليمني دون أي تمييز. كشف وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي بأن عددا من الدول وفي مقدمتها إيران التي تدعم ميليشيا الانقلاب في اليمن قامت منذ مطلع العام الحالي 2017 بإرسال نحو 182 سفينة محملة بأكثر من 2 مليون طن من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وذلك لدعم ما يسمى بالمجلس السياسي التابع لميليشيا الانقلاب بهذه المشتقات التي يجري بيعها في السوق المحلية. وقال القديمي للشرق الأوسط إن الدول المتورطة تقوم بإرسال المشتقات النفطية عبر الشركات الحديثة التي يسيطر عليها الحوثيون دون مقابل مالي، على أن تحصل هذه الشركات على حصة من هذه الكميات بعد إتمام العملية، مشيرا إلى أن ميليشيا الانقلاب عمدت إلى إغلاق المحطات الرئيسة لتوزيع الوقود والمازوت لإثارة الرأي العام المحلي والدولي والمنظمات الإنسانية حول ما يعانيه الشعب اليمني من هذا الإجراء الذي هو في الأساس عمل تقوم به الميليشيا لاستجداء العالم ودفعه للوجود في المناطق اليمنية وإرسال مساعدات تستولي عليها ميليشيا الانقلاب بدعوى توزيعها على المواطنين. هذا وتشاهدون في النشرة أيضا إحياء الذكرى 6 لمجزرة مصلى النساء في تعز، المهرة اختتام البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب الجامعيين، مرحبا بكم من جديد. تحل اليوم الذكرى 6 لمجزرة قوات المخلوع في حق مصلى النساء في ساحة الحرية بتعز، فيما لا يزال أبناء المحافظة يناضلون ضد التسلط ومشاريع الفرعنة، وما تزال المرأة في تعز تدفع ثمن مواقفها الوطنية الرائدة في سبيل الوطن والدولة والجمهورية. 11/11/2011 ميلادية لم ولن ينساه أبناء تعز، وهم يستهدفون إلى ساحة الحرية بقذائف الدبابات بجمعة لا حصانة للقتلة. مصلى النساء بساحة الحرية بأول استهداف للمرأة لتسقط الشهيدات تفاح العنتري وياسمين الأصبحي وزينب العديني، وجرحت زينب المخلافي ومريم نجيب، وتمادى الطغاة باستهدافهم للمرأة والطفل حتى اليوم، ليصل القتلى بهذه المدينة إلى المئات، ولا زال القاتل يمارس هوايته، بل وأضاف إليها التهجير القسري وتدمير المنازل على رؤوس النساء والأطفال. إن شاء الله تشوف مقتل عيالك يا علي عبد الله صالح.
انا معناك انت تشوف يا رب يا رب انتقمنا من العليم يا رحيم يا الله ارحم احنا انتقمنا من هذا المكرم من هذا المكرم انتقمنا يا رب حتى لاولادنا مورس التوحش والهمجية ضد معتصمين سلميين بهذه الساحة التي ما زالت شامخة إلى اليوم وتؤدي دورها كما المرأة اليمنية التي كانت وما زالت مساندة وواقفة مع الوطن وحريصة عليه أكثر من نفسها. وخلال 6 سنوات وبنت اليمن بالمدينة والريف تقدم الغالي والنفيس من أجل دينها ووطنها ومستقبل أولادها، وستحتفل بالنصر عما قريب، وكل تضحية من أجل الوطن تهون. إلى ذلك نظمت العشرات من نساء تعز وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى 6 لمجزرة قوات المخلوع في حق المرأة اليمنية في تعز، وأكدت الوقفة إصرار نساء تعز على المضي في درب الحرية حتى استكمال عملية التحرير واستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد. تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب من ضبط أخطر عصابة إجرامية كانت تقوم بالتقطع على المواطنين وتسلب منهم سياراتهم وأوضح مدير عام البحث الجنائي بالمحافظة العقيد الركن علي الحليسي بأن الأجهزة الأمنية بالمحافظة بعد الترصد وتلقي البلاغات من قبل الإخوة المواطنين عن مجموعة من الأشخاص قاموا بأخذ سياراتهم بالقوة وأجبروهم على تركها، وتحركت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادثة وتم ضبط تلك العصابة الإجرامية التي كانت تقوم بإقلاق السكينة العامة وتروع المواطنين. وقد اعترفت العصابة بسرقة أكثر من 20 سيارة، وتم إرجاع سيارتين إلى أصحابها بعد التأكد من وثائقهم، بالإضافة إلى ضبط عصابة أخرى متخصصة بتجارة الحشيش والمخدرات، وحاليا يتم التحقيق معهم وجمع الاستدلالات الأولية في محاضر جمع الاستدلالات. دشنا صباح اليوم العميد يحيى اليسري قائد قوات الأمن الخاصة دورات تدريبية لدفعة جديدة من قوات الأمن الخاصة فرع مأرب. هذا وتستمر قوات الأمن الخاصة في مأرب بإعداد الكتائب الأمنية المتخصصة في مكافحة الإرهاب ومختلف التخصصات الأمنية. نتابع المزيد في التقرير التالي. رائحة البارود وعزف القنابل والرصاص لا تكاد تغيب يوما واحدا عن ميادين التدريب التابعة لقوات الأمن الخاصة فرع مأرب. ففي صباح اليوم دشن قائد قوات الأمن الخاصة العميد يحيى اليسري دورة تدريبية لدفعة جديدة من رجال الأمن في مأرب. احنا الآن بنمشي بيدين، يد بتضرب في الجبهة هناك ويد بتضرب هنا لأي مخرب. الأمن والاستقرار في البلد بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى أداء. هذا الجهد وهذا الأداء بحاجة إلى رجال، ورجال هو أنتم. في ميادين التدريب حيث المناورة بالرصاص الحي لا شيء يستظل المتدربون بظله سوى علم الوطن، ولا شيء يفترشونه سوى الخشونة والقسوة التي ساهمت في إنتاج رجال أمن ذو قوة وحس أمني ووعي وطني كبير. تدريب نحن إن شاء الله مستمرين فيه بحيث تكون لدينا قوة مدربة مؤهلة، وكلما دربنا قوة كلما تغلبنا على السلبيات وعلى المشاكل، كلما برزنا بالقوة إلى قوة نظامية وقوة أمن تمثل الشرعية بالمعنى الصحيح. نحن في هذا الصدد حماة لهذا الدين والوطن، ومن هنا ننطلق، من هنا من أرض الميدان نعد ونعسكر ونقيم ونقوم كل المتدربين على الرماية وعلى كل المهارات القتالية. على أكتافهم حملوا هم الوطن وأمنه واستقراره، وفرضوا هيبة الدولة في المدينة السبائية، فلا إرهاب ولا سطو مسلح ولا قطع طريق، لتصبح مأرب في ظل يقظتهم نقطة مضيئة في زمن الانهيار. عبد الإله البوري، سهيل.
اختتم الصندوق الاجتماعي للتنمية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، اختتم البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب الجامعيين بعنوان المشاركة المجتمعية وآلية النقد مقابل العمل، والذي استهدف 29 مشاركا ومشاركة على مدى 10 أيام. المزيد في سياق التقرير التالي. تحولت المنهجية إلى منهجية البحث السري بالمشاركة. المشاركة المجتمعية عنوان لعدد من الدورات التي تستهدف الشباب من أبناء محافظة المهرة وتدريبهم على وضع الدراسات والاستراتيجيات والاستشارات التي تخدم المجتمع في المحافظة. تلقوا الشباب خلال هذه الدورة فترة 4 أيام، وهنا نحن اليوم نختتم الدورة الأخيرة. كيفية في يعني وضع المشاريع كذلك وفق النقد مقابل عمل، في وحدة خاصة في الصندوق الاجتماعي للتنمية اللي تسمى كاش فور وورك، النقد مقابل عمل، كيف يتم تحديد احتياجات لمجتمع معين وكيف يشتغل هذا المجتمع بآلية النقد مقابل العمل. معرفة الموارد المحلية وإشراك المجتمع في تبني المشاريع المناسبة لمختلف الفئات وإنشاء شبكة من الاستشاريين من أبناء المجتمع كان أحد أهم موضوعات الدورة. الحمد لله كانت الدورة لها الكثير من الفوائد التي ستفيدنا في مجال عملنا هذا أو في المجال الاستشاري، في المجال الاستشاري والفائدة التي سوف تكون في لنا سوف تحظى لنا في بالنسبة للمجتمع، ستكون هنالك فائدة كبيرة من ناحية تحقيق استدامة المشاريع واختيار المشاريع التي يحتاجها المجتمع نفسه. في أدوات أخذناها مثل خارطة الموارد، الخارطة المجتمعية، يعني هذه أقدر أني أتخاطب مع المجتمع، يعني أشركه في الموضوع اللي أنا أريده، سواء كان مثلا مشروع أريد أطلع احتياج من هذا المجتمع. في أدوات تساعدني في يعني توظيف شغل اللي أنا بسويه مثل خارطة الموارد، الخارطة الاجتماعية. في أدوات أعرف الأنشطة الاجتماعية اللي يقوموا فيها أهل هذه المنطقة. هذه الأدوات إني أقدر إني أتواصل مع المجتمع فيه وأخرج احتياجهم يحتاجونه، سواء كان مشاركة مجتمعية بالنسبة للمشاريع الكبيرة في التعليم، في المياه. أما آلية النقد مقابل العمل، مثلا العمالة اللي بخرجها وبيشاركوا في هذه المشاريع، هل عندهم استعداد إنهم يسووها يعني يشتغلوا في هذا المشروع؟ تختتم اليوم دورة المشاركة المجتمعية النقد مقابل العمل، يشارك فيها كوكبة من خريجين وخريجات محافظة المهرة. محمد سعيد كلشات لقناة سهيل الفضائية. بحضور رسمي وشعبي تقدمه قائد اللواء 83 مدفعية العميد الركن عادل صالح الشيبة وقيادات المقاومة الشعبية وشخصيات سياسية واجتماعية ومشائخ وأعيان المنطقة. تقرير مراسلنا بالضالع الزميل نصر المسعدي والتفاصيل. لم يكن المستقبل مجرد اسم فحسب، أطلقه القائمون على نادي قرية مشرعة في مريس شمال محافظة الضالع، بل اسم على مسمى بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ودون ما أن يكلف المرء عناء استنتاجه وهو يرى تكريم النادي للمبادرة. عادت الحياة إلى مديرية المصراخ في محافظة تعز بعد تحريرها من ميليشيا الانقلاب، وعاد التعليم إلى الواجهة ليكون مفتتح النور إلى المستقبل الواعد، وقد كرمت السلطة المحلية المتفوقين بحضور مدير التربية والتعليم في المحافظة. 11/11/2015 ميلادية، في هذا اليوم دخلت الميليشيات مديرية المصراخ، وبعد التحرير وطرد الانقلابيين ها هي المديرية تحتفل وتفرح بأبنائها المتفوقين بالمرحلة الثانوية والذين حصلوا على معدل أكثر من 90% تحت شعار طلاب اليوم قادة الغد، برعاية وحضور من السلطة المحلية بالمديرية والمحافظة. وإننا لا نشد على أيدي أبنائنا الطلاب في مستقبل واعد في خدمة أمتهم ووطنهم في إطار استمرار تعليمهم العام وفي التعليم التخصصي الجامعي. إلى من يقفون اليوم على مشارف المحافظة ليقطعون عنها
الماء والغذاء والدواء. نحن نحتفل اليوم ونبتهج بإخراج كوكبة من أبناء الطلاب وتفوقهم في العلم والمعرفة. جيل يدرس وجيل يحرس، هذا ما يقوله طلاب مديرية المصراخ التي تحوي 66 مدرسة وأكثر من 33,000 طالب وطالبة. وقد كرم اليوم 74 متفوق بحضور الآباء والأمهات الذين صفقوا وفرحوا كثيرا لفلذات أكبادهم. ندرك أن صاحب العلم يجلس على الكواكب وتمشي به المواكب، مرفوع الهامة وظاهر الفخامة، عظيم في الصدور، غني بلا قصور ولا دور. 11/11 كان يوما أسود، هكذا يقول أبناء مديرية المصراخ، وقد أحبوه أن يجعلوه يوما أبيض لتكريم المتفوقين دراسيا. وبحسب قولهم فالاهتمام بالعلم والمعرفة والمتعلمين والجيل القادم هو ما سيقضي على الجهل والظلام الذي يزول البلاد اليوم، وسيبني مستقبلهم ومستقبل أولادهم بل ومستقبل اليمن. محمد يوسف لقناة سهيل تعز. فيما يلي نبقى مع متفرقات النشرة الإخبارية. تتواصل في جامعة عدن امتحانات القبول للسنة التحضيرية للطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الطب والعلوم الصحية والمختبرات والتمريض، وأشاد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر الأسور بالجهود الاستثنائية التي بذلت للتنظيم والترتيب لهذه العملية. دشن صندوق النظافة والتحسين بمديريتي المنصورة ودار سعد بالعاصمة المؤقتة عدن حملة نظافة واسعة تستمر 40 يوما. شارك في تدشين الحملة مدير المنصورة محمد عمر البري ومدير صندوق النظافة والتحسين بعدن المهندس قائد راشد. أشهرت بالضالع منظمة حرية وإنصاف للحقوق والحريات بمريس المهتمة برصد وتوثيق انتهاكات الحرب وكذلك رصد الآثار التدميرية التي خلفتها ميليشيا الانقلاب أثناء احتلالها للمحافظة وكذلك المديريات التابعة لها. برعاية مؤسسة صلة للتنمية وتنفيذ جمعية البر للتنمية الاجتماعية الخيرية اختتم البرنامج التدريبي للخياطة والتطريز في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع والذي استفادت منه 23 متدربة. نفذت مؤسسة استجابة للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في محافظة مأرب مشروع توزيع 5,000 حقيبة مدرسية للنازحين في محافظة مأرب بتمويل من دولة الكويت الشقيقة عبر حملة الكويت إلى جانبكم. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس الجمهورية يكشف عن رفض البنك المركزي اليمني ب 2 مليار دولار كوديعة سعودية. ولي العهد السعودي يلتقي قيادة حزب الإصلاح واليدومي يؤكد أن اللقاء كان مثمرا وإيجابيا. قائد المنطقة العسكرية الرابعة يتفقد الخطوط الأمامية لجبهات القتال بطور الباحة في لحج. إذن في ختام هذه النشرة أشكركم على حسن المتابعة. يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي سهيل.net وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. في رعاية الله.